السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. اليوم عندنا في قناتنا، اليوم جينا نقدم لكم وصفة المقلوبة، وصفة سريعة سهلة طيبة لذيذة، صيف تاكل صيف الشتاء، من الوصفات اللي تتجهز بطريقة سهلة. ندوز على بركة الله. طريقة تقاديرنا لوصفة اليوم هي عبارة عن لحمة مفرومة أو كفتة، باذنجان أو دنجال مقلي، رز بسمتي او اي رز يتوفر عندكم، شطه او تحميره او فلفل احمر هال او بسبيسه، عود قرفه، 7 بهارات، فلفل ابيض، طبعا ملح، ملعقه ملح او على حسب ذوقكم. انا هوني بلشت قبل، حطيت المي يغلى، راح ننزل فيه عود القرفه واخليه هيك تغلى شوي لناخذ نسمه القرفه والهال والملح هيك، والفلفل الاحمر كمان. هو الفلفل الاحمر اختياري، في ناس ما بتحطه هيك، خليه يغلى شوي. نسقط فيه، راح نسقط فيه باذنجان، جزء منه راح نخليه للتزيين وجزء راح نسقطه جوا، نخليه يغلى ليتغير لون المرق شوي. هذا الشكل. هلا بضيف 7 بهارات حسب الرغبة انتو بدكم اياها، وراح نضيف فلفل ابيض. خليهم يغلوا شوي للباذنجان يعطينا نكهة في المرق، وبعدين راح نحط الرز. بعد هيك يعني حوالي دقيقتين راح ننزل الرز تدريجيا. راح ننزل الرز تدريجيا شوي. غلي الرز، راح نضيف ملعقة سمنة هيك، ملعقة سمنة، وراح نوطي الغاز لمدة 10 دقائق على نار مهيلة جدا جدا. يعني إذا كان عندكم فرن غاز فأقل مستوى درجة أقل مستوى الدرجة، إذا كان فرن الكهرباء فنحطه الواحد النص بين الواحد والصفر، فبيصير بيصير بهذه الأثناء ما عم تشوفوا عم أحمص اللحمة. اللحمة مفرومة ما بنحطها وسط الأكل، بنحمصها. إذا كان دجاج أو لحمة بعد فبنسلقها قبل مع القرفة والهال وشوية فلفل وهيك، ربع بصلاية إذا كان في دجاج وورق غار. نحن اليوم ما عندنا اللحمة، راح نحمص اللحمة مفرومة ونرجع لكم. هلا فينا اذا صار ممكن نحط كمان مكعب ماجي، هو اختياري كمان، اللي بفضل مكعب ماجي فينا نحط مكعب ماجي هيك. Thank you.
هلا بعد ما خلينا اللحمة تنحمس هيك، رحنا ضفنا عليها شوية ملح، وضفنا عليها 7 بهارات، وضفنا عليها فلفل أسود مشان كمان تعطي طعم، صار تكون ظريفة، تكون لها طعمة ظريفة، يعني نفس الطعم اللي عم ناكل وسط المقلوبة مع الرز ناكلها كمان مع اللحمة، تعطي طعمة كتير كتير ظريفة. وإن شاء الله تعجبكم الوصفة، جربوها. وصفة المقلوبة ما بتاخد وقت كتير، يعني كل تجهيزها يعني بياخد ربع ساعة على حول كمية الباذنجان في القلي، أما هي ما بتاخد يعني ربع ساعة. لما نبلش نقلي باذنجان، نكون حاطين طنجرة عليها فيها مي، بس تغلى نرمي فيها شوية البهارات وهيك مشان طعمتها تجي أطيب. ونبلش كل ما قلينا حبة نحطها، كل ما قلينا وجبة نحطها وسط الطنجرة ونخليها كمان، يكون خلصنا القلي يكون الرز استوى. يكون الرز استوى، باقي الباذنجان بيكون للتزيين فقط، الباذنجان باقي للتزيين. هلا راح اللحمة مفرومة هيك، يعني بس شوي خلاص راح ننزلها، يعني دقيقتين هيك. هي باللحمة مفرومة أسهل، إذا كان الواحد مستعجل وما عنده وقت وبده يخلص بسرعة بالمفرومة أسهل، إذا كان في وقت فيحط دجاج، يحط لحمة بالعظم فكمان بتطلع أطيب. وفي ناس بيحطوا فيها خضار ثانية، مثلا يحطوا فيها بازيلا، زهر، بيحطوا فيها كمان بطاطا، في ناس تقلي فيها بطاطا، يعني كل واحد وبيعمل المقلوبة تبعيته، بس نحنا بالبيت هيك هاي المقلوبة المفضلة عنا والمعتمد عنا في البيت. نلتقي بعدين على طبق التقديم إن شاء الله. ورجعنا لكم بعد ما صحن اليوم ديال المقلوبة صار جاهز، كما كتشوفوا زيناه بالطماطم، والخيار والباذنجان مقلي، لحمة مفرومة بعد ما حمسناها، لوز مقلي كمان. شوفوا على الطبق ما أحلاه، جدا جدا رائع. أتمنى إنه يعجبكم ويناسب استحسانكم، وإلى اللقاء طبق تاني. ولا تنسونا بالاشتراك وتدعمونا بالبارتاج او مشاركة مع الاصدقاء تبعتكم، والتعليق اذا عجبكم طبق اليوم، ودعمكم يهمنا ان شاء الله. بدونكم نحن ما بنكبر، وانتو ان شاء الله سند لنا في هالقناة ان شاء الله. دمتم في رعاية الله، إلى وصفة جديدة إن شاء الله.